معي عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور، استمرار العدوان على رفح الفلسطينية أثار ردود فعل دولية لم تتوقف، وبالتالي تطالب إسرائيل بضرورة الامتثال للقانون الدولي. في رأيك ما الذي يمكن أن يكبح جماح إسرائيل في ذلك العدوان؟ تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن ما تقوم به إسرائيل وحكومة الاحتلال من اجتياح رفح هو بمثابة فتح أبواب الجحيم في المنطقة، ويعبر عن هذا الاستمرار في هذه المنهجية في استمرار جرائم القتل الجماعي ضد الفلسطينيين وتنفيذ مخططات خبيثة في محاولة تحويل غزة إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه. وبلغة الأرقام هناك أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وبالتالي توقيت اجتياح رفح وهذا التصعيد يمثل أولا تداعيات كارثية خطيرة على الجانب الإنسانية، أيضا يهدد في إشعال المنطقة وأيضا ويهدد في عرقلة أيضا جهود التوصل إلى اتفاق ووقف نزيف الدم الفلسطيني. ويعكس أيضا أن إسرائيل في ظل ازدواجية المجتمع الدولي، في ظل الصمت الدولي خاصة من القوى الغربية، ما زالت في هذا المنهج، وأنه لا يوجد رادع لحكومة الاحتلال في التوقف عن هذه الجرائم رغم حالة الغضب العالمي، رغم حالة الغضب الشعبي في الشوارع في الدول الغربية، رغم الرفض الدولي والإجماع الدولي على رفض جرائم العدوان، وأن ما تقوم به إسرائيل خلال السبعة أشهر الماضية وقامت به هو جرائم إبادة جماعية، وأيضا التحذير من مخاطر رفح، لأن رفح بها 1,300,000 مواطن في مساحة لا تزيد عن 60 كيلومتر مربع، وبالتالي أي اجتياح للجانب الإسرائيلي يمثل كارثة خطيرة خاصة في ظل منع دخول المساعدات، وضع عرقلة وعقبات من جانب قوات الاحتلال كما جرى خلال الشهور الماضية. كل هذا ينزل بكوارث خطيرة، وبالتالي استدعى هذا حقيقة هذا الرد الفعل المتزايد عالميا برفض ليس فقط جرائم اسرائيل، ولكن ايضا الاحتجاج ضد الدعم الامريكي المطلق، الدعم العسكري والدعم السياسي والدعم القانوني. وبالتالي هنا نتكلم عن كما نتكلم عن الرادع، رغم هذه العزله الدوليه، رغم هذا الاحتجاج الدولي، رغم الاجماع الدولي على رفض جرائم الاحتلال، الا ان ازدواجيه المواقف الدوليه والمواقف الغربيه وتحديدا الامريكيه هو ما شجع حكومه الاحتلال على المضي قدما في هذا التصعيد في هذه الجرائم، لانها تدرك انها بدون رادع، بدون محاسبه، بدون معاقب من المجتمع الدولي والقانون الدولي. وبالتالي هنا اصبحت المشكله مزدوجه من جانب الاحتلال ومن جانب الدول الغربيه خاصه الجانب الامريكي في الازدواجيه في المواقف، من ناحيه يعلن رفضه ويعني العمل في المعاناه والتجنب المدنيين، بينما على ارض الواقع ما زال هناك الدعم والصمت عن هذه الجرائم. وبالتالي كل هذا ينزل تداعيات خطيره كارثيه انسانيه وايضا على امن واستقرار المنطقه. نعم، ورغم ذلك يعني نرى تعليق للولايات المتحدة عن توقف إرسال شحنة قنابل لإسرائيل على خلفية عملية رفح. في رأيك إلى أي مدى يترجم ذلك ازدواجية المعايير التي تتحدث عنها؟ اولا الاعلان عن تعليق شحنات اسلحه هي قيلت في مواقع امريكيه مثل اكسكس وغيرها، لكن رسميا لم يتم الاعلان. الامر الثاني، حتى ايضا هذه التقارير هي نوع من ذر الرماد في العيون، هي محاوله فقط لتجميل الصوره لاستعاده الضغوط، الاحتجاجات في الشوارع الامريكيه، الاحتجاجات المختلفه داخل الدول الغربيه، داخل الحزب الديمقراطي لرفض الدعم المطلق لاداره بايدن لحكومه الاحتلال وتشجيعها المضي قدما حتى فيما يتعلق برفح، لكن في المقابل هذه المنع في نهايه المطاف لا يعكس ما يحدث على ارض الواقع. تم اقرار مساعدات بقيمه 26 مليار دولار مساعدات عسكريه لاسرائيل، هناك دعم متكامل، هناك دعم سياسي، هناك فيتو في مجلس الامن ضد اي قرار لدين اسرائيل او طلب وقف العدوان، او حتى عندما تقدمت فلسطين بعدويه كامله رفضتها ايضا امريكا. كل هذا بيعكس حقيقه ان المواقف الامريكيه هي المزدوجه، هي من ناحيه محاوله فقط لاستعاده الضغوط وتجميل الصوره، لكن على ارض الواقع ما زالت في الدعم المطلق. وخطوره هذا الازدواجيه انها تشجع حكومه الاحتلال على المضي قدما في جرائمها وما نشهده الان في رفح ومن استهداف مزيد من المدنيين. نعم، دكتور سيد، بالتزامن مع هذا العدوان القاهره تستضيف الان جوله مفاوضات جديده من مفاوضات الهدنه، هل برايك هناك امال للتوصل لاتفاق خلال هذه الجوله الراهنه؟
في الواقع أن رغم كل هذه التحديات وإلا أن الجهود المصرية متواصلة ومستمرة على مدار الساعة في إطار تلك أولويات الدولة المصرية وهو وقف نزيف الدم الفلسطيني. مصر قدمت المبادرات المقترحات، تسعى إلى الوصول إلى منطقة وسط، منطقة توافقية بين كل الأطراف للانتقال إلى الأمام والوصول إلى هدنة وصفقة تقود من هذه المطاف إلى وقف هذا العدوان، وقف دائم لإطلاق النار حرصا منها على وقف هذا النزيف للدم الفلسطيني وحرصا منها على تخفيف المعاناة. رغم التحديات إلا أن القاهرة متواصلة، هناك محادثات كثيفة رغم ما قام به الجانب الإسرائيلي ويحاول التصعيد وتبني سياسة حفظ الهوية، إلا أن مصر أيضا مستمرة في اتصالاتها في تكثيف هذه الاتصالات مع الشركاء، خاصة مع الجانب الأمريكي والجانب القطري. وأنا في اعتقادي النجاح أيضا هذه المفاوضات يتطلب أن يكون كل طرف بمسؤولياته، يعني توقف إسرائيل عن هذا التصعيد وهذه سياسة الضغط وسياسة الاحتلال وسياسة القتل والجرائم ضد الفلسطينيين، وأيضا أن تبذل الأطراف المختلفة المرونة والانفتاح مع المقترح أو المقترحات المصرية والوساطة للانتقال إلى المرحلة الأكثر استقرار وقف هذا العدوان، لأن الأولوية الآن هي وقف هذا النزيف. كل يوم يمر يسقط عشرات الشهداء الفلسطينيين الوقت من دم، وبالتالي لابد من أن يكون هناك جانب خاصة من الجانب الفصائل عدم إعطاء ذريعة للاحتلال للاستمرار في جرائمه. وبالتالي أنا في اعتقادي الأجواء تشير لأن هناك الآن توافق على الاستمرار في المحادثات. القاهرة تحاول في كل يعني على المسارات تبذل كل جهدها من أجل توصل لصيغة توافقية تنهي هذا العدوان وتوقف معاناة ونزيف الدم الفلسطيني. نعم، أشكرك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.